جاه يا فهمي بخشت عدانا الحق معك هلا منزبطه وعن وعن عن كمان بخشتني تكرم عيني لك شو عم يصير معكم؟ إيه؟ يعني في شي؟ لك شو في شي مالك سمعان الصغير؟ رح وطيها نزعتولنا العرس شو وطيها؟ هيك نسوي لك يا أخي روح لمحلك هلا روح واسمعها شوف أحلى صوت لك هاك عم تصمت لك قوم خليني نسوي لك ياها يا شو بدك تسوي؟ لك أنا أبي الله يرحمه وإجت طلبتني شركة يابانية كانت بتأخذني قال لي لا تروح يا أبي بتخسرك البلد هاي الشغل في أنا معكم فوق؟ شو بدك تساوي؟ لك شو بدي أسوي؟ عم بسألك معكم فوق؟ لا ما معي خلاص هلا بجيب مفك وبجي لك قوم حزبط لك ياها معك هنا لا خلا بتشوفها مثل كل قوم يلا زهيك الله يجزيك الخير ها بس لا تنزع على المطرب لك لا شو انزع على المطرب شرطك مو من هون هو العطل مو من هون من هاي أساس من هون من هاي أجين يا شو أطلع ياها بتصير مثل فيلم قول يا تحلك ياها لأن العقل سفيان هين على الأرض هاي من بيت على المكنة أصليا مبين عليها راح لا يوفق خربت الإزاعة لك شو خربتها هي مخروبة فكانت فلتانة لحالها خالد سيارتك جاهزة ايه ليش الله يسرك خدني خدني على صالة العرس انا ما كملت الحفلة لك أنا حفلة هاي إذا حتضل هيك لا حتزوج لا حبطيخ ما مدت ايدي علي لا تقول لي ما دقرتها إذا لهلا ما مدت ايدك شلون لو مدت ايدك كنت فجرت المكان كله ما دقرت اعمل لك انا لحالة فرطة شو ما دقرت لك مين اللي خربها خرب بيتك حشق الجاكيت لا شقه ما شقه عدل بي هاي انا مسلمي خلي لي حسيني انا يا سلام المكان وي عليك اوه اوه يلا جيب الشرطة خلي لي حسيني انا يا سلام المكان كل عمر حالي ايه وين رايح يا حبيبي انا العريس بدي فوت لجوا عريس وجاي لحالك وين الزفه حبيبي الله يخليك مو فاضي لك عم اقول لك انا العريس بدي فوت لجوا ايه لا ما حذرت روح تزعرم غير المكان احسن ما اجيب لك الشرطه لك اجيب الشرطه جيب مين ما بدك عم اقول لك انا العريس لك امي جوا امي اخي نادي لها لامي الا ابنك ماشي الحال يا ولد انت عمو قل لهم العريس بده امه برا بسرعة ابنو بسرعة حبيبي خير شو صار خير شو صار يا ما صدق انه العريس شو هالحكي اخي هادي العريس ها صرت اثنين شايف هلا بنشوفه اذا ما طلع العريس ايه بدي خلي ليلتكم هنا ان شاء الله روحنا يا لا حول ولا قوة الا بالله قال يا مستعجل وقف لعلك قال خلص طول بالك طول بالك طول بالك شو طول بالك لكن شو جابك يا فتحي امي انا جاي اخذ عروس يا شو جننت انت شو بتاخذ العروس اذا ضليت هون بدي جن امي هلا بدي اخذ عروس لما بعرفوا زيي ماما شو صار له لا جوزك جوزك قلبني العرس فوقاني تحتاني ها مدشن اخوك بهالمعمكه وجاي له شو عمل شو عمل لك شو عمل قتل العالم خبط العالم او فوته بقلب بعضهم امي الله يخليك خليه يفوت اخذ عروسها بعدين بده شيء لك شو بدك تتركه لحاله روح هلا جيبه شوف دبه ما بدي لا جيبه لهيك لك بعدين بقى لك المسوار مشلحين لا تخلوه لك تعال وقفتني اهلا وسهلا سيد ابو فهمي حبيبي شرفت نورت انست الله يسلمك سيدي الله لا يسلم فيك ولا عظمه
احكي شو عامل هالمرة؟ خرب الاذاعه سيدي. الاذاعه؟ يخرب بيتك البث المباشر. مرحبا يا صباح، وصلت لساحة الأموين والتلفزيون، شو صار فيه؟ لك ما بتعرف انه هي جريمة وطنية؟ وليه سيدي شو جريمة وطنية كذابة؟ احكي لشوف، احكي لي. بلا سيدي، كنا بالعرس والاذاعه شغالة، فجأة نط على المسرح وصار يفكرك فيها قطعة قطعة. يخرب بيتك والاذاعه تبعكم، شو رايك ابو فهمي؟ كذاب سيدي كذاب. وين هذا النصاب؟ بعده هيك، بعده هيك، ليكو ليكو استاذ، ليكو بيتك بدي اخربه. شو فاهمين انت ليك عم تعيط؟ هذا سيدي اللي وراك كان رح يعمل لي عيوني ونصب علي 115,000 ليرة. 115؟ شو هذا ابو فهمي؟ صاير اضايع عليك بالجمله. طول بالك ابو ياسمين، عيب شبهنا قدام العالم؟ شو هي نصب ما نصب عيب؟ اخوه سيدي اخوه قطف بنتي، خطف بنتي، فات على الصالة تبع العرس تبع النسوان، أخذ البنت وراح. يا الله، هلا هيك نقضي الليلة؟ لك أنا شلون وافقتك على جنانك؟ والله لا يذبحني أبي. لك شو يذبحك ما يذبحك أنت الثاني؟ بعدين نسيتي إنه إحنا متزوجين يعني هلا؟ بعدين أبوك بتعرفي إذا دربي اللي صار هيعذرنا دغري. أنت هيك بتقول، بكره بشوف شو راح يساوي. يا كيلاني! نعم سيدي. كيلاني، خذ هالعلج على النظارة. عمم لي اوصاف اخوه، وانت يا سيد روح جيب لي صوره بنتك مشان نعممها. سيدي طول بالك، هي البنت اللي عم نحكي عليها اخي كاتب كتابه عليها، يعني مرته. سيدي هي مرته. مظبوط هالحديث يا سيد؟ يا سيدي ما بدي هالكتاب، وبدي اطلعها، وما بدي هالليله اللي ما شفت من وراها غير مصايب. يعني مظبوط حديث هذا مو مظبوط؟ مظبوط سيدي. لا حدا يوفقكم، انا فاضيكم، عندي جرائم، عندي تحقيقات. يخرب بيتكم علوج مرتزقه، بدي عد لثلاثه، ما بدي لا واحد منكم. واحد، اثنين، ثلاثه. هلا انا شو اعمل؟ انا كله من اخي ابو فهمي، كله من بلاوي اخي ابو فهمي، كل ما بقول خلاص بيبني لي بلوه جديده. طب كيف تستنى لحتى يجي ابي؟ شو بصير عليك؟ يا حبيبتي، هلا انا امبارح لما شفت القتل والضرب عقلي ما عاد حملني. يعني وين بدك يعني كنت اقضي الليله؟ بالمغفر؟ خلص بقى روقينا. لك اتحكي لك شوي. بتعرفي عن جد اذا ما ضحكتي هلا بدي زت حالي من هالشباك. قولي، نحن بالطابق السابع يعني بخاف يصير لي شيء. هيك هي قبرني هالضحكه انا ما احلاها. قالت قضي لي ليله نكد. قال ما فاق جوزك؟ لا لسه ما فاق. امشي ايه فايقيه، خليه يروح يشوف اخوه بانو بلو نايم. انا بدي فايقه، لا تقبريني، بكفيني طول الليل نقار، ما بدي انزع صباحي. اذا بدك انت فايقيه. لك شفتي هالسلال كان يحكي شي كلمه قد ايه؟ والله سلال، لمين طالع اصلا؟ شو قلتي؟ ما قلت شي، عم بقول انه ما بيحكي كلمه وبيعرفني مرارتي بتفع اذا ما عرفت. انا بصلتي محروقه. ابو فهمي توبري قلبي، شو رقيقه هيك عم بتدقي توبريني؟ هاد اذا ما فتي لنص الاوضه وبقعتي بنص اذنه ما شوفي الرحمن الرحيم. شوفي شوفي من على بكره. صباح الخير خيو، صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. شو شفتي عفريت شبنا؟ لك روح شوف اخوك بيان اوتيل نازل. يا حبيبي اذا بدي ادور عليه باوتيلات البلد الى بكره الصبح ما برجع. لك مو حلوة يجوا أهل العروس وما يلاقوها. اطمني، ما حدا حيجي، ما حدا حيجي. ليش؟ لأنه بعد الخناقة اللي صارت بيني وبين أبو ياسمين ما بقيتوا تشوفوا خلقتهم بحياتكم. ولي أنت أبو ياسمين مشان شو؟ مشان شو؟ قال شو؟ بدي رجع له مصاري لأنه البيعة طلعت مو مزبوطة. إيه لك؟ معه حق. معه حق؟ لو طلعت الشغلة مزبوطة كان قال لي خذ لك هالقرشين. أنا ما دخلني، أخذت تعبي والشرطة قالوا هيك. يا سلام، وصلت بيناتكم للشرطة؟ ايه بس ما استفاد شيء، لأن الشرطة قالت إنه هذا حقي وتعبي. بس يا خسارة، حطيناهم لأشياء الإذاعة، إن شاء الله بيصرفوهم على الحكمة. وضروري تمد إيدك على الإذاعة؟ أنتِ ما دخلك، وروحي اعملي قهوة، بدها تنكد علينا من عند الصباح. لك ساعتك واقفة ما تروحي؟ رايحة. روحي. شلون أمي؟